بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلدي سؤال من أحد الإخوة يقول فيه: شيخي المفخم، لي سؤال صغير، هل يجوز لمؤمن أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب وإنه حاضر وناظر؟ ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في علم الغيب والحضور والنظر؟ ما تفصيل ذلك؟ أقول لك وبالله التوفيق على الخبير وقعته. أما عالم الغيب والشهادة فهو الله تعالى العلي الكبير، لا خلاف بين المسلمين في ذلك. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله سبحانه وتعالى على غيبه بالوحي، فهذا أمر لا نزاع فيه، حيث قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وسيدنا عليه الصلاة والسلام سيد المرضيين من الرسل. الآيات التي نفت علم الغيب عن غير الله سبحانه وتعالى هي من قبيل سلب العموم، وليست من قبيل عموم السلب. سلب العموم يعني لا أحد يعني لا يعلم غيب الله تعالى إلا الله، فهنا سلبت علم الغيب الذي هو عام عن غير الله سبحانه وتعالى. وليست من قبيل عموم السلب الذي هو لا أحد من خلق الله يعلم شيئا من غيب الله، لا، هي ليست من عموم السلب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما أطلعه الله تعالى عليه من الغيب، وهذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الصريحة، كحديث الشيخين الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أره إلا أريته. فهذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم. إذن رأى كل شيء عليه الصلاة والسلام كما أخبر، والذي يدعي خلاف هذا هو المطالب بالتخصيص، وهو المطالب بالدليل. وعلى هذا ما قاله البوصيري رحمه الله أخذا من هذا الحديث: ومن علومك علم اللوح والقلم عبارة لا إشكال فيها ولا غبار عليها عند من يفهم لغة العرب ويفهم السنة النبوية. هذه قضايا قد انتهينا منها. طيب، هل ما اختص الله تعالى به من علم أو ما جعله الله تعالى في اللوح المحفوظ هو شيء واحد؟ أبدا وكلا. اللوح المحفوظ فيه أخبار الخلائق، ما كان وما سيكون في هذه الخلائق. هل هذا هو علم الله تعالى المطلق الذي ليس له بداية وليس له نهاية وليس له حدود؟ قطعا لا، لأن علم الله تعالى المطلق لا يحدد لا بلوح ولا بغيره. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي آية أخرى يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله صفته، وعلم الله صفته، فهذا ليس له قيود وليس له حدود، على ما أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة، بل على ما أجمع عليه علماء الإسلام. فعلم الله تعالى لا حدود له، فالذي أنكر علم الله تعالى بالجزئيات يخرج من دين الإسلام. طيب، والذي يقول بتحديد علم الله وأنه محدد له بداية وله نهاية وله حدود، هذا إنسان ضال مخالف لدين الإسلام، مخالف لقطعيات الدين. بعد هذه المقدمات الطويلة والمهمة والمفيدة في هذا الباب، هل يصح لنا أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ يعلم بالحدود التي قلتها لك،
بإطلاع الله تعالى له ليس استقلالا، وإنما يعلم ما شاء الله تعالى له أن يعلم من علوم الكائنات، والظاهر أنه اطلع على ما كان وما سيكون وعلى ما في اللوح المحفوظ، على ما في حديث ما من شيء لم أره إلا أريته. هل اختص الله تعالى بعلوم أزلية لا يعلمها إلا ذات العلي؟ بلا شك، وهذه لا حدود لها. طيب، ما الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام وما الذي لم يعلمه؟ والله يا أخي هذا من علم الغيب، وليس لي أن أتطفل أو أتدخل في منطقة ذات حدود حمراء يمنع الاقتراب منها، لأن هذا من الغيبيات ولا يصح القول فيها بالرأي. هل يصح أن يقال النبي عليه الصلاة والسلام حاضر ناظر؟ إذا أردت ظاهر اللفظ الذي تفعله وأنت تصلي وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فالسلام لا يكون إلا على حاضر، فهذا أمر لا غبار عليه ولا نزاع فيه. إذا أردت أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله تعالى على أفعال خلقه فيحمد الله تعالى على ما كان من خير ويدعو لهم ويستغفر إذا ما رأى غير ذلك، فهذا هو الذي جاءت به السنة النبوية. فماذا تريد بقولك إن النبي عليه الصلاة والسلام حاضر ناظر؟ هل تريد أنه يخترق علوم الغيب وأن له الاطلاع وأنه مستقل عن الله سبحانه وأنه ند لله أو شريك لله أو مشارك له في علومه؟ ذلك هو الضلال المبين وذلك هو الكفر الصريح. أما أن يطلعه الله سبحانه وتعالى على ما يحدث الناس وهو بهذا الاعتبار حاضر ناظر، لأن التقرير سيكشف له يوميا أو ربما في أيام في الاثنين والخميس أو في غير هذا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يطلع على هذا بإطلاع الله تعالى له. فقضية حضور النبي عليه الصلاة والسلام ليست مشكلة كبيرة، الأرواح لها عالم مختلف، الأرواح جنود مجندة كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الأرواح ليست محكومة بالنظام الضيق الذي نعيشه نحن، والآن الله سبحانه يطلعنا على حقائق كثيرة وأنت تجلس في بيتك وبين يديك هذا الجهاز تستطيع أن تدخل إلى أي مكان في الأرض، بل ربما تنظر بشكل مباشر وترى ماذا يحصل. وهذا أنت إنسان بسيط ضعيف بآلة بسيطة، ولم ينتهي التطور البشري في هذا الباب. طيب، إذا كان على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يطلع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس بحاجة إلى آلة، متى أراد أن يطلع على أفعال خلقه؟ هل هناك مشكلة في هذا الباب؟ والله لا أرى مشكلة في هذا الباب، والأمر في هذا هين ولين. أما أن نتشدد في هذا الأمر ونكفر أو نبدع من لا يقول بعبارات لم ترد، فهذا أمر ليس من شأن العلماء وليس من شأن الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام يطلع بإطلاع الله له على ما شاء. النبي اطلع على أخبار وأشياء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام يرى أفعال الناس. النبي عليه الصلاة والسلام نسلم عليه في كل صلاة بكاف الخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. خلاصة الأمر أن هذا من عالم الغيب، فكل عبارة فيها تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ولها وجه من اللغة ولا تخالف الشريعة فلا بأس بها، وأي عبارة فيها تنقيص من قدره الشريف عليه الصلاة والسلام فهذا لا يليق ولا يجوز بحال، فهو حاضر بمعنى مطلع، وهو ناظر بهذا المعنى
لا إشكال في هذا الأمر، والأمر يسير، فلسنا بحاجة إلى التخندق والقتال من أجل أشياء من هذا القبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.